السياسيين الشيعة اليوم انتم صار لكم تحكمون 15 سنة في هذا البلد، من منكم بنى مسجدا او حسينية واحدة؟ مو انتم تقولون صدام كافر؟ ماكو. اذا صدام كافر هاي المساجد بناها صدام الكافر، شلون تصح الصلاة بيها؟ من اين اتيتم بهذا؟ ابنوا التهيتوا بالبوق والسرقة، انتم السرسرية السنة اللي وياكم من السياسيين، التهيتوا بالسرقة، انتم وينكم وين الدين؟ وينكم وين المساجد؟ صار لكم 15 سنة شو ما سمعنا لا جماعة حزب الدعوة ولا المجلس الأعمى ما أعلى، ما شفنا واحد منهم، ولكن أنا أعرف واحد باقي نص أراضي الدولة حتى يبني له مرقد. هذا اللي يسووه. أنتم صار لكم 15 سنة، صدام حسين بالمدة اللي حكم بها الرجال بنى مساجد. طيب هو رجال سني.